ومن العجب أن تجد إنسانا يذهب إلى الحج ويلبي لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ثم تجده والعياذ بالله يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، فيقع في التناقض. كيف يقول لا شريك لك ثم يشرك بالله بأن يدعو غير الله من الأولياء والأنبياء؟ لا شك أن هذا من أعظم الخسارة. ومن أشرك بالله فلن يقبل له عمل، حجه باطل، بل جميع أعماله حابطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. فالشرك محبط للأعمال، مهما حج الإنسان فلن يقبل حجه إذا كان يعبد مع الله أحدا، إذا كان يشرك بالله، يدعو غير الله، يدعو غير الله ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو الأموات، هذا كله من الشرك المحبط للأعمال. فلهذا جاء التأكيد على الدعاء لله وحده في مثل هذه المواطن، والتلبية التي تنفي الشرك، تنفي أن يشرك مع الله أحد.